سطر كاراتيه النادي الأهلي تاريخا جديدا خلال مشاركته في بطولة العالم للناشئين والشباب التي أقيمت خلال الفترة من 23 وحتى 27 من أكتوبر الماضي بتشيلي. نجح ناشئ المارد الأحمر في حصد 3 ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية عن طريق فضية لفاطمة عبد الناصر في منافسات الكوميتيه للناشئات وبرونزية لنور إيهاب في منافسات الكوميتيه شابات، إضافة إلى فضية نادية السيد في منافسات الكاتا للفرق. هو ما ساعد منتخبنا الوطني في حصد صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 19 ميدالية، 7 ذهبيات، 4 فضيات و8 برونزيات بفارق عن أقرب الملاحقين تركيا وفرنسا. شاركت البعثة المصرية في البطولة العالمية ب37 لاعبا ولاعبة، منهم 5 لاعبين من أبناء الشياطين الحمر، علما أن البطولة شارك بها 1557 لاعبا ولاعبة يمثلون 96 دولة. استطاع ناشئو وشباب الشياطين الحمر في أن يحصدوا خلال مسيرتهم ببطولات العالم 35 ميدالية متنوعة من أصل 111 ميدالية حصلت عليها مصر بواقع 30%. لم يقف تاريخ الكاراتيه الأهلاوي عند هذا الحد، بل أن الأهلي حصد 14 ميدالية عالمية على صعيد الكبار من إجمالي 35 ميدالية حققها منتخبنا الوطني بنسبة وصلت 40%. بالنظر للأسماء الرنانة التي صنعت مجد الكاراتيه الأهلاوي، نجد أن على رأسها الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة الحالي الذي توج بأولى الميداليات عام 2005، ثم تبعه الكثير من الأسماء المميزة حتى وصلت البطلة العالمية جيانا فاروق والتي تصول وتجول في ملاعب العالم بحثا عن الميداليات والألقاب، وصولا لأبطالنا الصغار في السن الكبار في القيمة الذين حصدوا 3 ميداليات ببطولة العالم الأخيرة. نجد أن هذا هو نتاج لمنظومة متكاملة من العمل داخل جدران القلعة الحمراء، بدءا من مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وصولا لقطاع الكاراتيه بقيادة الدكتور مراد عاصم. أحلام النسر الأهلاوي لم تتوقف عند هذا الحد، بل يطمح في أن يكون أول نادي يتوج بميدالية أولمبية في اللعبة على صعيد مصر من خلال أولمبياد طوكيو المقبلة المقرر إقامتها صيف العام المقبل. زي ما شفنا في التقرير حاجة رائعة، دايما فريق الكاراتيه في النادي الأهلي أو أبطال ونجوم ونجمات الكاراتيه في النادي الأهلي مشرفينا على المستوى المحلي والأفريقي والدولي والعالمي وفي كل حتة. فعلا من بداية التاريخ لفريق الكاراتيه في النادي الأهلي فعلا عامل إنجازات كويسة جدا جدا جدا. خلينا نرحب بضيوفنا الكبار اللي معانا النهاردة، كابتن حاتم يوسف مدير قطاع ناشئين كوميتيه بالنادي الأهلي ومدرب ناشئات في النادي الأهلي. كابتن حاتم بنبارك لك ونقول ألف مبروك، شرفنا ومنورنا. أهلا بحضرتك كابتن خالد، ومتشكر جدا للاستضافة. ومعانا بطلة أو نجمة كبيرة من نجماتنا على الطريق اللي إن شاء الله بإذن الله تكون امتداد كبير للدكتورة جيانا فاروق، معانا كابتن نور إيهاب. كابتن نور بنرحب بيكي ونقول لك ألف مبروك. نبدأ مع كابتن حاتم عشان نشوف استعدوا إزاي، لأن دي بطولة عالم في تشيلي، عملوا نتائج كويسة جدا، نجماتنا ونجومنا هناك قدروا يحصدوا ميداليات داخل منتخب مصر، لكن في الآخر الإعداد بيبدأ من النادي الأهلي عشان يوصلوا يبقوا أبطال عالم زي ما احنا شفنا في التقرير. كابتن حاتم، البداية ويعني بداية فترة الإعداد لبطولة العالم. هو كرنفال بطولة العالم بيبقى كل سنتين في الأعوام الفردية، بالنسبة للرجال بيبقى كل سنتين للأعوام الزوجية. ترتيب مصر العالمي في النسخة الماضية كنا الثاني على العالم، وكانت اليابان متصدرة العالم. مصر في البطولة الحالية احتلت الصدارة. بالنسبة لاستعداد ولادنا لبطولة العالم والأبطال والأبطالات، بيتم تأهلهم من خلال بطولات الجمهورية بداية، ده بيبقى العام الماضي. بطلاتنا ما شاء الله حاصلين على المركز الأول ترتيب عام جمهورية ما شاء الله. بعد كده بيتم انضمامهم للمنتخب، المنتخب بيعمل لهم تأهيل وتصفيات مستمرة الأربعة الأوائل، واللي بيكسب في الآخر بيسافر بطولة العالم.
يعني التأهيل لبطولة العالم عن طريق بطولة الجمهورية الأول. الأول وبعد كده تصفيات مستمرة داخل المنتخب على فترات بياخدوا منها الأول، بيشارك في بطولات تأهيلية، وبعد كده آخر محطة لنا الكرنفال العالمي بطولة العالم. رحت الكرنفال العالمي في بطولة العالم وحققت، بس عايزك الأول تعرفيني كابتن نور إيهاب، تعرفي جمهور النادي الأهلي على كابتن نور إيهاب عشان نعرف إن لعيبة الكاراتيه شوية مظلومين إعلاميا. أنا نور إيهاب، حصلت على المركز التالت في بطولة العالم. لا تاريخ في النادي أكيد بقى في ميداليات كتيرة غير الميدالية دي أهم ميدالية، لكن أكيد في ميداليات كتيرة في الطريق برضه. أول جمهورية 5 مرات على التوالي، ده غير الدوري مع فرقتي دايما واخدين الدرع، يعني حصلنا على الدرع 5 مرات برضه. طب أنا عشان أجيب منك الكلام لازم أقول لك، بداية نور إيهاب راحت الكاراتيه عشان تدافع عن نفسها ولا علشان هي حابه الكاراتيه؟ يعني روحتي ملعب الكاراتيه ازاي؟ دخلته كان بنات خالي دخلوه بالظبط، هو كده يعني بنات خاليك السبب. تمام، بعدها ماما دخلتني انا كمان فحبيت اللعبه ففضلت مستمره فيها. فضلتي مستمره فيها عشان شفتي فيها ايه؟ حبيتها. لا ما حبيتها دي حاجه تانية، يعني اكيد بتاهلك لحاجه معينه، اكيد ليكي هدف معين. وامتى كمان نور ايهاب قدرت تشوف ان هي راحه لبطله العالم او لبطولات العالم؟ وانا صغيره كنت بلعبها مجرد لعبه يعني، بعد كده لما كبرت شويه فهمت الموضوع. انا شغاله على بطوله العالم بقالي 5 سنين تقريبا. ما شاء الله عليك، عشان توصلي لها. كابتن حاتم يا نور بس شويه مقتضبه في الكلام، لكن بطوله العالم شغاله عليها من 5 سنين. نور كانت مؤهله لبطوله العالم الماضيه وظروف الدراسه كانت في سنه مهمه جدا. ما تمش اختيارها في البطوله الماضيه، النسخه الماضيه كانت في اسبانيا. وكمان كان في تاهيل لده لبطوله كرواتيا، كانت مؤهله في للاولمبيات الشباب والشابات في الارجنتين. نور اكتفت بالمحطه دي وقلنا نكمل بعد كده لبطوله العالم اللي جايه 2019 في شيلي. ابتدينا نشتغل كتير قوي على الموضوع دوت. نور من اللاعبات الاساسيه في فرقه النادي، بطله جمهوريه 6 سنين على التوالي ما شاء الله عليه، بالاضافه لانها احد لاعبات الدوري الممتاز سواء الناشئين وبنستعين بها في الشباب، ولما عدت المرحله دي المفروض انها معانا السنه دي في الانسات باذن الله، نستعين بها على فترات كده على حسب الحاجه يعني. نور عندها ثبات انفعالي قوي جدا، كل الماتشات اللي بيبقى فيه ستريس وفيه منافسه قويه مع الخصم انا بديلها مساحه وبديلها حريه انها تشتغل. هنقف مهمه جدا الكلمه دي، الثبات الانفعالي اللي عندك. كان اكيد عندك مباراه لا تنسى في بطوله العالم الاخيره في تشيلي، اي مباراه اللي لعبتها مع نور ايهاب كانت مباراه صعبه جدا اللي خسرتها؟ لوجيك الكلام ده لوجيك، لكن خسرتي مباراه واكيد هي مباراه في طي النسيان، لكن اكيد بتحفزنا للي جاي. خسرنا ليه؟ هو المفروض ان اللعبه دي كنت لعبتها في بطوله قبلها وكنت كسباها كويس، كنت نازله يعني مقلقه منها شويه خسرت. مقلقه منها شويه ده جانب نفسي، انت انا لسه كنت بتكلم على الاعداد النفسي دي اللعيبه الالعاب الفرديه بالذات، انتوا عندكم طموح مختلف. انا في الالعاب الجماعيه يلا بينا بكلم اصحابي يلا الفريق دي نتكلم، لكن اللعبه الفرديه تختلف شويه عننا. التحدي ليكي بتعمليه ازاي؟ بتعملي الدافع بتاعك ازاي كلعيبه من جواكي؟ يعني هكسب، يعني هكسب، يعني مش هيفرق معايا اللي قدامي مين. انا بلعب بدله زي ما انا بدله واقفه قدامها. عجبتيني في الكلام بصراحه. بدله بتلعب بدله، لكن اكيد في مواصفات خاصه للعبه الكاراتيه طبعا، يعني في بداياتهم اكيد بنخش كم كبير جدا، لكن بتاخدوا بيقولها ايه، بتختاروا نجمات او نجوم عشان يقدروا يكملوا المرحله دي. ايه المواصفات للعبه الكاراتيه؟ السياسه العامه اللي حطتها الدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه لثلاث فروع مدينه نصر والجزيره والشيخ زايد، بيتم الفتح الاشتراكات للمدارس وبيتم العمل القطاع التعليمي، بنبتدي نعلم اولادنا في الفتره دي، بيبتدي يظهر مجموعه من الموهوبين بيبقى بطل محتمل. لازم يكون موهوب ولا ممكن يتعلم ويبقى جزء السكن. بيبقى موهوب على طول، ده احنا بنشده، وجزء بيجي بالتعليم وبنصبر عليه، وبصراحه بنشكر مدربينا في القطاع التعليمي لانهم عندهم صبر للولاد في الجزء ده. الموضوع صعب شويه في التعليم جدا جدا، خصوصا كمان اللي احنا بنقبل من 4 سنين و5 سنين وبيستمروا لغايه ما يبتدوا منافسه معانا من 6 سنين و7 سنين. نور اكتشفها كابتن سمير شحاته وهو مدربها من الحزام الابيض، وابتدت معانا المراحل التاهيليه لغايه ما وصلت 11 سنه، جات للفرقه
نور، ولقينا في عندها موهبه، ده قوه انفجاريه مش موجوده عند اللاعيبه من لاعبات مصر. قوه انفجاريه من 0%. ها، بالاضافه انها ذكيه جدا في الملعب ما شاء الله. ما شاء الله اطرافها طويله، بتعرف تنفذ التكنيك والتكتيك عندها عالي قوي. خدنا محطات مع نور لغايه ما وصلنا للدرجه العالميه ما شاء الله. القوه الانفجاريه دي حاجه عظيمه جدا، لان ده بيكون عند اللعيب يعني تحدي مع نفسه، فبيطلع بيفرغ طاقته في اللي قدامه. اكيد تدريباتك اليوميه مع دراستك بيبقى فيها عوامل نجاح، واكيد في تنظيم معين. احكي لي يعني بتعدي يومك ازاي؟ بتبهدل. كلمه اقول لك ايه بصراحه، يعني الموضوع سهل جدا، بتبهدل. لا فعلا الولاد انا عارف. خلينا نشوف كمان اولياء الامور. لا لا نسمعها بقى، يعني بتتبهدلي احكي لنا، خلي الناس تعرف البطل اللي بيطلع بطل العالم ده بيتعب ازاي عشان يقف على منصه التتويج في بطولات العالم. هو الموضوع مش سهل خالص، لان احنا في اليوم الواحد بيبقى عندنا تمرينتين. كويس، ده اساسي. مش عايزك تجري معايا، عايزك تاخد اليوم من اول. بنصحى الصبح في مدرسه في تدريب، الوضع شكله ازاي بالظبط؟ هو على حسب يعني. انا كدرستي مثلا كويس، المفروض انا باخد مواد في الصيف. كويس جدا، بس انا لغيت الموضوع ده السنه دي عشان كنت في المنتخب. تمام. المنتخب تقريبا السنه دي ما كنتش بشوف اهلي، يعني دايما معسكره. كان نصحى الصبح، عندنا تمرين الساعه 7 الصبح، بعد كده تخلصي كام؟ تخلص 9 9 ونص كده. ساعتين ونص ثلاثه تدريب. تمام، ادي اول واحده. اريح شويه وانزل تاني على الساعه 6 تمرين تاني. في النص بقى ده هو المفروض بقى ان الواحد يذاكر يعمل حاجه مفيده، بس من التمرين حقيقي ما فيش. طب هسالك سؤال، يعني بعدك عن الاسره اكيد بيفرق معاكي جدا، لكن الدافع الاكبر انت توصلي بطوله العالم ده دافع قوي جدا. بتعملي المعادله دي ازاي؟ هو يعني اهلي عارفين ان دي حاجه انا نفسي فيها، فحتى وانا بعيده كان دايما بيساندوني. يعني كان بيساندوكي بقى، يجوا لك المعسكر يقعدوا معاك كل يوم ولا بيسيبوا فترات؟ لا لا مش كل يوم، كانوا كانت دايما معايا على التليفون ماما. كانت في اوقات ممكن تجي تقعد معايا، بس كانوا بيهونوا عليا الموضوع شويه. لسه هرجع لاصحابك والقصه دي، لان اصحابك مهمين جدا. صدقوني الالعاب الفرديه حاجه صعبه جدا. هي كابتن نور قالت بنتبهدل علشان نوصل لابطال عالم، الموضوع عندهم بيكون شكل مختلف، التحديات كتير عندهم. اه طبعا، بيسيبوا الحياه الحياتيه طبعا وبينفصلوا طبعا. ازاي بتتعاملوا مع دماغ اللعيبه دي بالشكل ده؟ الحقيقه كمان يعني هي بتقول انا ساعات باجي لوحدي، ده لغايه فتره قريبه. قبل كده مامتها موجوده معاها في كل التمرينات، وبصراحه انا عاوز احيي والدتها والدكتوره والدها والاسره كلها. لانهم اولياء الامور، هم الدافع للعبه، وهم المشجعين، وهم الابطال الحقيقيين في الموضوع. طبعا. تمام. نور ما شاء الله عندها حافز قوي جدا انها تستمر وانها تبقى دايما على القمه. ده بيساعدنا احنا كمدربين، بنقدر نعمل في وسط الضغط ده امور ترفيهيه لهم. نعمل اجتماعات، نعمل جهاز كارتي ساعات بينظم لهم لقاءات خارجيه في اسكندريه، او في سواء البطولات الدوليه اللي بيوفرها مجلس اداره. ده بيساعد شويه وبيفك عنهم الامور انهم يقدروا يكملوا. بس لعبتنا لعبه مستمره، لعيب لو رايح فيها اسبوع بيرجع لورا شويه، فدايما تمرين كل يوم. قولي لي بقى حاجه مهمه جدا، يعني بابا وماما منفصله، اصحابك بيعملوا معاك ايه؟ اكيد يعني خلينا نتكلم وانا صغير كان دايما يقول لي انت بتعمل ايه؟ يعني انت رايح تلعب ايه؟ فاهم قصدي؟ بتواجه ده ازاي مع اصحابك؟ لا انا وش كده معاهم. وش على طول؟ وش، عندي تمرين مش هينفع. يعني مفيش ورق واحده قالت لك في كيس التمرين بقى وتعالي معانا؟ لا هما دايما بيقولوا كده، بس سكه السلامه بقى. سكه. يعني كمان دي ملغيه من عندك. طب خلينا نتكلم، عايزك تقولي رساله لبابا وماما النهارده والاسره الكريمه اكيد النهارده، وانت بطله عالم، تعبهم جيب فايده، فتقول لهم ايه النهارده؟ يعني اكيد عايزه اشكرهم. لا اشكريهم، الكاميرا قدامك مش انا. ما تشكريش، انا اشكري الكاميرا. هم شايفينك ده، اتفضلي. اكيد عايزه اشكرهم يعني، عشان هم اكتر ناس تعبوا معايا ودعموني كل حاجه، كل حاجه كان نفسي فيها يعني. وكان في شخص كمان جدا يعني كان قريب مني قوي. ده بقى يعني عمل معايا اللي اهلي ما عملوهوش، او يمكن يعني هو كان سبورت يعني، فده برضه شخص عايزه اشكره. مين الشخص؟ حد قريب مني. ايه؟ حد قريب مني. حد قريب مني، خلاص براحتك بمزاجك، اتفضلي. ماشي. خلاص، قولي لي طموحنا ايه في المرحله اللي جايه؟
يعني بتمنى ان شاء الله انا اقدر احقق ميداليه يعني في السيدات، لان انا اكون اصغر سنا منهم كتير، فاتمنى ان اقدر اوصلهم يعني واحقق ميداليه عالميه السنه دي. نور ايهاب ماشيه في اطار دكتور جيانا فاروق وراها. نور بطلة كبيرة، مستقبل بإذن الله ليها. ومش نور بس، عندنا مجموعة من البنات في النادي الأهلي في الصف الثاني ورا جيانا على طول بإذن الله. ياسمين الهواري وسندس عادل، مريم صلاح، حبيبة ماجد، هيدي رأفت، مجموعة كلهم واحنا شغالين معاهم بقالهم فترة. إن شاء الله المستقبل لنور، وإن شاء الله هي أول احتكاك لها في الأنسات، يمكن كمان ايام بسيطه. خلينا دايما عشان بس خلينا نتابع، عشان دايما بنتابع من اماكن الحدث. معانا دلوقتي نقف شويه مع الكاراتيه وهنخرج لكابتن اشرف توفيق المدير الفني لفريق الكره السله رجال، اللي عندهم مباراه مهمه جدا بكره، وكلنا دعما لفريق. كابتن اشرف مساء الخير. مساء الفل استاذ كابتن خالد، اخبارك ايه؟ الله يخليك. مش هقول لك بقى طمنا والاحوال والمعسكر المغلق، لكن اكيد مباراه الاهلي والزمالك ليها طابع خاص، وجودها في دور ال 16 الموضوع اختلف تماما في مباراه كاس مصر بكره. اكيد 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 يا كابتن، اكيد ان شاء الله خير يعني، مستعدين كويس ان شاء الله يبقى ماتش كويس يعني، هي ليه بسمعه الكابتن. كابتن اشرف شايف من وجهه نظره ان المباراه دي بدري شويه ولا جايه في ميعادها المتناسب واحنا ان شاء الله محضر لها كويس؟ لا طبعا يا كابتن، مفيش كلام، بدري جدا. بدري جدا. المباراة بدري جدا، بدري جدا، انت ما ينفعش تقعد تشتغل 3 4 شهور عشان تخرج فرقة كبيرة من كأس مصر، بدري جدا. المباراة يعني أنا مع احترامي يعني للمسابقات يعني بدري جدا. ما ينفعش، وكان معروف إن هيحصل صدام بين الناديين كبار. إن اللي بيتجنب بس تقريبا الأول حاجة كده يعني، ما أعرفش يعني ما كانش توفيق خالص يعني إحنا نلعب من 5 او نلعب شهر 11 دور 16 فرقه تخرج بدري من البطوله يعني. شايف ان الموضوع بدري جدا، لكن انا عارف ان كابتن اشرف توفيق ورجالتنا الموضوع مختلف. لا الضغط لا لا، احنا بالنسبه لنا الحمد لله احنا جاهزين، حتى لو كان شهر 10 ان شاء الله. يعني في اي وقت تقدر تلعب للمباراه كابتن اشرف. لا انا بتكلم يعني وجهه نظر، ما ينفعش احنا نقعد نتمرن 3 4 شهور وكذا وكذا، وبعدين فرقه يعني كذا اصلا ماتش خروج مغلوب. ليه الناس تخرج في شهر 11؟ غلط، يؤثر على باقي البطولات يعني. انا ده رايي يعني، ما طبعا مع احترامي الكامل يعني لنظام المسابقات يعني، ربنا يوفقهم. طيب خلينا نبص بنظام المسابقات، خلينا فرقتنا فريق النادي الاهلي استعد بمعسكر مغلق، محاضرات فيديو من خلال كابتن اشرف توفيق، التعليمات المهمه او الاخيره اللي هي تتقال قدام الجماهير، تعليمات كابتن اشرف توفيق لفرقته ايه في مباراه بكره باذن الله؟ لا والله انا بتمنى ان احنا نبقى ان شاء الله فرقه في معدلات عاليه جدا جدا من التركيز والبرسنتج، لان طبعا باسكت شوت وتبقى كل لعيب ان شاء الله ان شاء الله عارف مهامه الدفاعيه والهجوميه كويس ان شاء الله يعني، ركز في يعني الدفاع اساس مكسب مباراة بكرة إن شاء الله بإذن الله. ناخد كده؟ أكيد أكيد، الديفنس ده في الباسكت بول أهم حاجة طبعًا، أهم كونسيبت في الباسكت بول كله الديفنس. كابتن أشرف بكلمك بصراحة شديدة، عاجباني روحك وكلامك وأسلوبك، إن المباراة أكيد مباراة كبيرة مع نادي كبير، لكن أكيد العامل النفسي أو الضغط اللي عند حضرتك هادي جدًا عشان ينطبع اللاعبين. بنتمنى لك التوفيق بكرة بإذن الله، المباراة متذاعة على قناة الأهلي، وبإذن الله نستضيفكم بعد المباراه وان شاء الله يكون المكسب حليف النادي الاهلي. شكرا كابتن اشرف توفيق. لا انا بس كان ليا تعليق. اتفضل. يعني اصلا اتفضل كلام، لان اتحاد الباسكت قال وجهه نظره في ان يبقى في 50 و50. اتفضل. وجهه النظر دي مع احترام الكابتن يعني بنحترمهم كلهم. كويس. وجهه نظر، انما ده كلام ضد النادي الاهلي شكلا وموقوعا. ليه بقى؟ لان انت النهارده ده ماتش قرعه كاس على ملعبي، ما ينفعش يلعب في 50. انا النادي الاهلي السنه اللي فاتت وهو بيلعب مع الزمالك كان بيلعب في المدرجات كامله تقريبا. ما ينفعش يلعب في 50، ما ينفعش امنع شبابي. انا الكابتن مصطفى معايا مدي اجازه كل بتاع الناشئين عشان يتفرجوا على 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 حفله اسمها اهلي زمالك. يعني ايه يعني ايه ما دخلش الولاد اللي يبقوا قاعدين بره الملعب في ملعبي؟ ويعني ايه انا 50 الزمالك 50 وهو ملعبي؟
فين الاسوان؟ وبعدين يعني وبعدين الكلام كان الوزير العام قدام مع مجدي الدكتور مجدي بيكلمه بالتليفون قدامي الاتفاق اللي هيمشي على الماتش النهارده يمشي لغايه اخر الدوري بقى واخر السنه. ده قانون، هيبقى قانون. ايه ده؟ اهلي زمالك. طب اهلي زمالك انا هلعب اهلي زمالك دلوقتي كام؟ بعد كده هلعب الزمالك تاني مرتين رايح وجاي، يبقى انا اتظلمت مرتين. الزمالك خد مره. نمره اثنين. فين بقى الانديه الجماهيريه؟ فين بقى الانديه الجماهيريه؟ انا هنا لعبت 50 هلعب جوه نادي الاتحاد السكندري ب 50. حقك. انا بقول حقنا. انا حقنا. 50 بقول للكابتن طلبة والدكتور مجدي قررتوا على دماغي، بس لعبت في اسكندريه ب 50. اكيد. دي ما فيهاش هزار خلاص بقى. لان احنا مش عايزين نبقى عندنا 50 يعني معيار، مفيش حاجه اسمها ده ماتش كاس وده ماتش جماهيري. طب ما هو اهلي واتحاد جماهيري. اكيد. اتحاد جماهيري. لا يعني انا مش عارف، انا عمري ما شفت ان احنا نحرم ولادنا 14 سنه ان هم يخشوا ماتشات. انت طالب الزمالك كل الناشئين اهلا بيهم هنا. اهلا بيهم هنا. تمام. نستضيفهم بقى فوق دماغنا. كويس. احنا ندخل اولادنا يتفرجوا. كلام يحترم. يعني انا النهارده قاعد التلعبي بره ونبيل بخيت وظهر الرجب والحمود النادي ما يتفرجوش على الماتش؟ لا طبعا اكيد. 50 بعدها مجلس الاداره يعني ما فيش لعيب هيجيب حتى ابوه ولا مراته. لا لا هيتفرجوا بره كلهم. هيتفرجوا بره. انا بضم صوتي لصوتك. انا بضم صوتي لصوتك لان في الاخر بطاقه الاشتراك مصلحه مصر اهلا وسهلا وكلنا كده مصر. اكيد. انا مش شايف حاجه صريحه. انا مش شايف حاجه صريحه. ليه مش 150 من 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 اعضاء النادي اعضاء الناس اللي حاملين الكرنيهات انا بقول وبكرر لان انا عارف كويس قوي ما قدرنا الاهلي قال والكلام ده تفكير كمان شاهد عليه ان المعامله بالمثل في كل الدول. يعني تمام. انا بروح اسكندريه مش هلعب غير لو لقيت 50 اقعد اعد بقى بالمره. هنعدهم معاك، هنبعت حد يعد معاك، هنبعت حد يعد معاك عشان انت ما تعدش، تركز في الماتش واحنا عد. كابتن اشرف اكيد احنا قناه الاهلي يعني معاك على نفس الطريق، واكيد ال 50 في كل الماتشات لان ده يعني ده قرار الاتحاد. عجبني جدا حضرتك بتحترم قرارات الاتحاد، لكن فعلا في الاخر كابتن بس انا اللي انا شايفه النهارده قال لك اصل مش موجود مندوب نادي الاتحاد. لا خلاص انا ماليش دعوه. انت النهارده طالما عملت كده يبقى انت قاعده المباريات الجماهيريه اللي تمشي كده. هي كلام الوزير العمري مع الدكتور مجدي امبارح الصبح بوجود الكابتن رؤوف ووجودي والسبيكر شغال وقلنا احنا لازم نعمل قاعده واحد علشان تكافؤ الفرص للناس كلها. تكافؤ الفرص اكيد معاك، اكيد معاك في تكافؤ الفرص. وتاني بنقول ان ده قاعده اساسيه يا كابتن اشرف، 50 واحد بجمهور لكل الانديه، يبقى في مساواه بين الفرق عشان تقدر الفرق تلعب تحت عداله واحده وتحت مسميات واحده وتحت قانون واحد لكل الفرق في اتحاد كره السله. مظبوط كده؟ اه طبعا يا كابتن. طبعا يا كابتن. تاني بقولها ونقولها تاني كابتن اشرف، بنشكرك شكرا جزيلا على المداخله. كابتن اشرف اكيد احنا معاه، واكيد بنقول اتحاد كره السله معلومه مهمه جدا، 50 فرد لكل دوري كره السله. انت اللي قلت، احنا اللي وافقنا، كل الناس وافقت على هذه المنظومه. مفيش ماتش يتلعب في اتحاد كره السله لغايه اخر الدوري او لغايه اخر الكاس لغايه اخر السيزون غير ب 50 فرد فقط لا غير، عشان مبدا تكافؤ الفرص. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل نجماتنا الكبار في الكاراتيه. مرحب بيكم في الفقرة الأخيرة من ألعاب الصلاة، وخلينا نرحب بنجبتنا اللي حققوا في بطولة العالم ميدالية فضية، كابتن نادية السيد. بنرحب بيكي ونقول لك ألف يوم مبروك. الله يبارك حضرتك. وكابتن فاطمة عبد الناصر نجبتنا برضه اللي حققت فضية في بطولة العالم بس في الناشئات، كابتن فاطمة ألف يوم مبروك، بنرحب بيكي. الله يبارك في حضرتك. ودايما بنعانى كابتن حاتم يوسف مدرب الفريق، بنرحب بيه وبنكمل معاه حوارنا. كابتن حاتم، عايز بقى حضرتك تعرفنا على نجمتنا النهارده اللي معانا المتواجدين معانا، اذا كان كابتن نادي او كابتن فاطمه. كابتن نادي السيد بطله كاتا ثاني عالم، فريق الجماعي فاطمه عبد الناصر، كوميتيه وزن تحت 47 كيلو ثاني عالم، ومفاجاه بطوله العالم.
مفاجاه بطوله العالم. خلينا في مفاجاه بطوله العالم. كابتن فاطمه هنجي لك كابتن لازم تلاقيش. كابتن فاطمه قولي لي استعديتي البطوله ازاي؟ طبعا ده ما كانش تعب سنه واحده، ده كان تعب سنين. وكنا بنتمرن تمرينات كتير قوي، والحمد لله البطوله ما كانتش صعبه قوي، بس كانت محتاجه تركيز جامد، والحمد لله ربنا وفقني. ركزتي ازاي وكان في اضطرابات في شيلي؟ كان طبعا في في صح كده، حضرتك في مظاهرات وحضرتك مظاهرات، ما انا بقولها ازاي يعني. كان في مظاهرات كتير طبعا، وكان توتر وستريس علينا. ما هيصتي معاهم؟ بس يعني فكان في توتر جامد، وخصوصا ان الموضوع بدا يشتد وكان قبل لعبنا بيوم، فكان لازم طبعا تركيز جامد قبليها، والحمد لله ربنا كرمنا. كابتن نادية، اكيد بطوله العالم في مباراه صعبه جدا بالنسبه لكابتن ناديه، اي مباراه اللي كانت صعبه بالنسبه لكابتن ناديه وقدرتي تعديها؟ هو كان السيمي فاينل، بس احنا عامه نلعب مجموعات كويس، بيبقى في كذا بلد معانا، فاحنا في اول دور كنا الثالث، هو المفروض نجيب اول عشان نلعب على فاينل. كان اول مجموعه بيلعب اول مجموعه الثانيه كويس، فاحنا كنا اول دور كنا المركز الثالث كويس، فاحنا كان بالنسبه لنا الدور اللي بعديه كان سيمي فاينل، فكنا لازم نشد ونجيب اول عشان احنا كنا اصلا جايين وحاطين في دماغنا احنا عايزين ان شاء الله نلعب فاينل كويس، فشدينا يعني وكده، وانا الحمد لله معايا رجاله ما شاء الله هايل، فالحمد لله جبنا اول. ايه المباراه اللي قلبت معانا اللي دخلتنا اول اللي هي الصعبه بالنسبه لك في الدور الثاني؟ هي كان معانا، كان اول دور كان الاول فرنسا والثاني روسيا واحنا الثالث، وكانوا فرق حلوه مش وحشه، بس احنا الدور الثاني السيمي فاينل شدينا وعديته. قولي لي فاطمه، بتوفقي ازاي بين دراستك من ثالثه اعدادي صح؟ ما شاء الله عليك، وكمان بين نجاحك اللي انت توصلي لفضيه العالم. طبعا كان لازم مجهود زياده شويه، كنا طبعا يعني بنذاكر قبليها، يعني مثلا يكون عندنا مثلا 3 تمرينات في اليوم، نذاكر ما بين التمرينات، يا اما نصحى الصبحيه بدري يا اما نسهر عشان نعرف نحصل اللي فاتنا والدروس اللي فاتتنا وكده. الحمد لله. حد بيقول لك ذاكري او ما تذاكريش، ولا انت بتنظمي وقتك حسب جدول التدريب؟ على حسب جدول التدريب بتاعي. يعني جدول التدريب ممكن يكون مثلا عندنا في اليوم ده 3 تمرينات 4 تمرينات، في اليوم اللي بعديه 2 تمرينات، فبنظم الجدول على حسب الموضوع ده. كابتن قالت لي 3 4 تدريبات بيبقى مش كلهم كاراتيه. حلو، بيتمرنوا ايه في 3 4 تدريبات؟ بيبقى في جزء منه فتنس، في جزء منه منتال، والنادي الاهلي بصراحه ومجلس الاداره موفر لنا كل الاحتياجات فيما يخص المدربين. عندنا مدربين لياقه بدنيه ومنتال، وعندنا مخططين احمال. فده مش بتبقى كل التمرينات، كاراتيه، بيبقى بتخللها جزء منتال وجزء فتنس. تدريبات صعبة كابتن نادية، الموضوع بيختلف، أصعب تدريباتك الفتنس ولا الكاراتيه ولا إيه بالظبط؟ إيه اللي بتجري منه من الآخر؟ مش عايزة تتمرني؟ لا طبعا لازم أتمرن كله، طالما عايزة أبقى بطلة عالم لازم أتمرن كله، ما ينفعش أبقى خايفة من حاجة. لو أنا خايفة من حاجة ما ألعبش بطولة العالم، أنا عايزة ألعبها ليه طالما خايفة؟ انت مخوفاني ولا في الهوا ده؟ انا قلقان منك يعني، مش عارف اتكلم معاك. طب قولي لي بتتعاملي ازاي مع اصحابك في المدرسه؟ لا انا جوه الكاراتيه حاجه وبره الكاراتيه حاجه تانية، يعني ما ينفعش ابقى عنيفه بره الكاراتيه، لا لازم جوه الكاراتيه حاجه بره الكاراتيه ابقى بنت كيوت كيوت. اللي انا شايفه قدامي ما اعتقدش يعني تعملي مشاكل كتير في المدرسه، لكن قولي لي اصحابك لما بيجي يقولوا لك تعالي اخرجي معانا اعملي سهري بتعملي ايه؟ لا هو طبعا باجي يعني ما بعرفش اخرج معاهم طبعا عشان التمارين والمعسكرات. بيضايقك الموضوع ده بصراحه يا نادي؟ لا اصل عايز ابقى بطلة عالم فلازم استحمل واضحي. برافو عليكي، لازم ما شاء الله عليكي. فاطمه اكيد الاسره اكيد ليها عامل مهم جدا في حياتك. طبعا. تقولي لهم ايه النهارده؟ احب اشكرهم على المجهود اللي عملوه معايا طول السنين دي، وصلوني ان انا اكون بطله عالم دلوقتي. واحب اشكر كابتني طبعا، كابتن مهاراته تعب معايا فتره. عايزك تبصي للكاميرا اللي قدامي. ايوه هي دي بالظبط، قولي لهم بقى. احب اشكر طبعا كل الناس اللي ساعدوني وقفوا جنبي لحد ما وصلت ان انا اكون بطله عالم، ويعني ده جاز فظيع، ويعني بجد بجد شكرا لكل الناس اللي وقفوا جنبي. فاطمه قولي لي بصراحه، واخدين حقكم اعلاميا في عفوا ناديه، واخدين حقكم اعلاميا، الجماهير بتشجعكم زي الفرق الثانيه ولا موضوع صعب شويه؟ لا موضوع صعب. صعب او ليه امور؟ لازم لازم اقول حاجه مهمه جدا في لعبه الكاراتيه في النادي الاهلي، وده شكر واجب لكل
جهاز الكاراتيه بقياده الدكتور مرضى عاصم، احنا بنطمن عليه بنقول له الف مليون سلامه عليك، انا عارف هو تعبان وقاعد بيتفرج علينا، فبنقول له الف مليون سلامه عليك. فعلا انجازات كثيره جدا في لعبه الكاراتيه على مدار التاريخ. بس حاجه مهمه جدا، لعبه الكاراتيه من الجماهير النادي الاهلي مش واخده حقها شويه، هي كلها اولياء امور، وفي نفس الوقت بنقول ان لعبه الكاراتيه كل ولادنا وبناتنا من اعضاء النادي. الكلام ده مظبوط ولا ايه يا كابتن؟ فعلا من كابتن خالد، كل ولاد النادي الاهلي من اعضائهم العاملين، ما تاخدوش اي حد من بره خالص، من اول بدايه الكاراتيه كل ولاد اعضاء النادي العاملين. لك حضرتك انك تتخيل على مدار التاريخ بطولات العالم للناشئين والشباب عندنا 35 ميداليه عالميه من اصل 111، يعني 30% ما شاء الله الثلث، التلت بتاعنا. بالنسبه للكبار وعندنا 14 ميداليه من اصل 35 ميداليه، 40% افتتحهم طبعا الميداليات العالميه الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره، اسطوره الكاراتيه والايقونه بتاعتنا. على صعيد كل البطولات بقى، العالم وكاس عالم وبحر المتوسط وافريقيا وعرب، 420 ميداليه باجمالي 220 ميداليه ذهبيه ما شاء الله، 103 فضيه، حاجه و90 97 برونزيه. يعني كان في كده كنا قدمناه للدكتور مراد، وان شاء الله بنحاول نفعله ان احنا نعمل كتيب لاولادنا نسرد فيه انجازاتنا. حقكم بصراحه، لان ده على 20 سنه او 25 سنه. الدكتور مراد ديمقراطي في التعامل ولا؟ الدكتور مراد علمنا كل حاجه، حتى علمنا طريقه الاختلاف لما بنختلف مع بعض في وجهات نظر. اكيد لازم كل شغل لازم بيبقى فيه وجهات نظر مختلفه، هو حط لنا ضوابط وازاي نفضل مصلحه النادي الاهلي على مصلحتنا الشخصيه، وازاي نفضل مصلحه ولادنا على مصلحه اللعبه. وبصراحه كمان اولياء الامور احنا بنوجه لهم شكر على الهواء، لانهم هم الجمهور، هم الدافع، بييجوا يقعدوا بالفترات طويله معانا، دي حقيقه. تحيه ليهم وتحيه لكل اللاعبين اللي رفعوا علم النادي الاهلي على مر العصور، كمان الجهاز الفني والاداري صراحه منظومه متكامله على راسهم الدكتور محمد حسن، ده دينامو الجهاز، والدكتور مش هو الدكتور برضه عاصم بقى هو رئيس الجهاز، والدكتور محمد حسن بالظبط. طيب خلينا لبطلاتنا سريعا جدا، اعذروني المداخله بتاعت كابتن اشرف توفيق كانت مداخله مهمه جدا والوقت بيجري بيا، لكن اهدافنا في المرحله الجايه يا كابتن نادين؟ اهداف ان انا اكمل وادوس اكتر، لسه المشوار ما خلصش. هتدوسي على الناس كلها هتدوس، يعني كلام واضح، اتفضلي. وان شاء الله ابقى بطلة عالم او العالم فردي ان شاء الله المرحلة الجاية باذن الله. وان شاء الله يا رب باذن الله. نورتيني وشرفتيني يا كابتن ناديه. كابتن فاطمه، قول لي طموحنا ايه في المرحلة اللي جاية؟ ان ده لسه بداية المشوار، ولسه المشوار قدامنا طويل عليك. ولازم نكمل في الموضوع، وان شاء الله اكون بطلة عالم السنة اللي جاية شابات، وان شاء الله خير في كل المشاور. نورتيني وشرفتيني يا كابتن فاطمه. كابتن حاتم بنشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا النهارده، والف مليون مبروك، ودايما تكونوا منورنا ومشرفينا في الكاراتيه. بشكر حضرتك كابتن خالد، وبشكر اسره البرنامج اللي انتوا صادفتوا الابطال، نعرف جمهور النادي الاهلي في طبعاً. كل العالم ان كمان عندنا في الكاراتيه وفي الكوره وفي السباحه كل النادي الاهلي في كل الالعاب، في كل الالعاب. ومن هنا في اخر قبل ما اختم الحلقه لازم اشكر جهاز الكاراتيه اولياء امور اولا، ثم الجهاز ثانيا برئاسه متمثله في الدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه، اللي بنقول له فعلا منظومه ولا اروع ولا احلى من كده، بنقول لبطلاتنا ونجومنا استمروا، لان هم فعلا رافعين علم النادي الاهلي وكمان علم مصر، وهو الاهم عندنا باذن الله. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء.